خلونا بداية نتعرف على ضيفنا اللي رح يشاركنا هالرحلة المشوقة بعالم موسيقى الأفلام تبع هانز زيمر. أنا اسمي خالد الكمار، مؤلف موسيقى تصويرية مصري. أول تأليف موسيقي ليا أو أول عمل يلاقي صدى كبير ليا كان مسلسل قبيل على MBC في 2019. أتمنى يجمعني عمل مع مخرج عالمي زي مثلا نقول واس أندرسون، لأن هو بحسه بيخلق عوالم مميزة جدا بتستدعي وجود موسيقى مميزة جدا، فده بالنسبة لي يعني تشالنج هبقى حبه جدا. بشكل عام الموسيقيين الإنجليز لم ينصفوا من التاريخ بالقدر الكافي قد ما أنصف الألمان مثلا، يعني في الألمان هنلاقي عندنا بيتهوفن وموزارت وباخ وما إلى ذلك. بالنسبة للإنجليز ما نعرفش غير تقريبا ألجر، وانا بالنسبه لي ان الجر من المؤلفين اللي يتحطوا في صفاف بيتهوفن وفاغنر وما الى ذلك، يعني فممكن نقول الجر. بوصف هانز زيمر بان هو اكبر عبقري واكبر مجدد للموسيقى التصويريه في اخر يمكن 30 40 سنه. مثلي الاعلى موسيقيا هو الموسيقار الله يرحمه عمار الشريعي، لان هو بجانب ان هو موسيقي فذ ومؤلف عبقري يعني، الا انه كان بيساهم جدا في ان هو يعلم الناس ازاي تتذوق الموسيقى وازاي تحس بجمالياتها، فاتمنى ان اكون اقدر اعمل كده يوما ما يعني. خالد القمار، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم، شكرا جدا على الاستضافة. يا ريت بداية تخبرنا عن انطلاقة هانز زيمر بموسيقى عالم الأفلام. هو هانز زيمر الحقيقة بدايته مختلفة تماما عن كل الناس، لأن هي جرت على عادة إن مؤلف الموسيقي في خصوصا في الموسيقى التصويرية بيدخل الجامعة الموسيقى زي ما حصل في الأجيال اللي قبله مثلا جون ويليامز، أو حتى في أبناء جيله زي مثلا جيمس هورنر وكده، كله كان بيدخل مدرسة موسيقية ثم جامعة موسيقية ويبدأ شغله بناء على ذلك يعني. ولكن هو خد طريق مختلف تماما، الموضوع بالنسبه له كان كانه لعبه من هو صغير جدا يعني. هو حتى اهله ما كانوش موسيقيين بالمعنى يعني، ما كانش فيه حد في عيلته موسيقي محترف يعني او كده. وكان والده اظن ليه علاقه بالهندسه او كده، فكان بيعوده من هو صغير ان هو مثلا لما يلاقي اله موسيقيه يفككها ويعيد تركيبها تاني بشكل مختلف وكده. فهو منذ الصغر وهو موضوع بالنسبه له يعني اشبه بالتجربه، وان هو بيحب يعني عنده شغف ان هو يكتشف ازاي الصوت ده بيطلع. بس وبناء على ذلك ان هو لما ابتدى يبقى يعني في اواخر المراهقه بتاعته او في اوائل العشرينات بتاعته، ابتدى يبقى الالكترونيك ميوزك تبقى في اولها خالص، وابتدى يبقى في سينثيسايزرز في اولها تماما. فهو كان من اوائل الناس اللي هو لقى بقى ضلته في فكره السينثيسايزرز دي بالظبط. فابتدى ان هو يحترفها جدا جدا جدا، وابتدى ان هو من قبل ما يدخل في الموسيقى التصويريه يبني سمعه كعبقري السينثيسايزرز، وان هو يخلق اصوات بشكل مختلف وكده. موسيقى الكترونيه، موسيقى الكترونيه بالظبط. وابتدى ان هو كان الاول بيعزف مع باندز روك باندز وبوب باندز وكده في اواخر السبعينات واوائل الثمانينات، لحد ما راح لندن والتقى بواحد من اكبر الموسيقيين وقتها كان اسمه ستانلي مايرز، وابتدى يبقى هو زي تلميذ عنده او بيشتغل في الاستوديو بتاعه كاسيستنت كمساعد. وبعدين على الاستوديو سوا في لندن بالظبط، وعملوا مع بعض مجموعه من الافلام اللي هي ما نقدرش نقول هي ناجحه نجاح اسطوري يعني، ولكنها كانت اعمال ناجحه يعني. وتدريجيا على مدار عقد الثمانينات كلها ابتدى بقى ان هو ايه يستقل بذاته، وابتدى ان هو يثبت نفسه جدا كان هو نقدر نقول ان هو ابتدى يتفوق على استاذه بشكل او باخر يعني. يعني نعرف اسم هانز زيمر مظبوط، بس ستانلي مايرز يعني حاليا لا يذكر بالظبط، لا يذكر الا ان هو الشخص اللي علم هانز زيمر. ممكن يعني نقول ان هو تفوق على استاذه بلا اي شك طبعا. أكيد. بس كثير وهذا الشيء كثير موجود بعالم الموسيقى او عالم الفن عامه، انه في كثير من المؤلفين او من الفنانين بيتفوقوا على الاساتذه تبعهم. ده حقيقي طبعا طبعا بالظبط. وهو ستانلي مايرز برضه بالمناسبه ما كانش مؤلف صغير يعني، هو كان ستيل يعني شخص ليه احترامه وليه هيبته يعني. ولكن طبعا هانز زيمر نجم في مجاله يعني. بس ممكن نلاحظ انه نقطه التحول لمسيره هانز زيمر كانت في اواخر الثمانينات 87 88 كده يعني، هو في مع فيلم رين مان بالظبط. أيوه. طبعا دي طبعا أيوه. كانت اللي هو الانطلاقه بتاعته الحقيقيه يعني. قبلها كان في عمل اول فيلم كان اسمه تيرمينال اكسبوجر. أيوه. وكان فيلم مش ناجح قوي يعني، بس كان يعتبر اول تجربه خاصه باول فيلم ينزل مكتوب عليه موسيقى هانز زيمر لوحده كده. مش بعدين اجى رين مان عام 1988 بالظبط. شفتوا فيلم رين مان؟ طبعا طبعا. انا بالنسبه لي من اعظم الافلام من جد، من اعظم الافلام طبعا بلا شك. انا بالنسبه لي الفيلم هذا هو اللي عرفني عن هانز زيمر اصلا. بالظبط بالظبط. لا فيلم عظيم، وبعدين هو كان اول فيلم كبير لي وترشح لاوسكار احسن موسيقى تصويريه، فاللي هو بدايه من اول خطوه كده هو يعني واضح جدا ان هو شخص نابغه تماما يعني.